بيان الموحد في اللجنة التنسيقية في شمال البصرة لجميع الأقضي بعد التهميش والإقصاء الذي طال أبناء شمال البصرة وجميع أبناء البصرة من المحاضرين المجانيين الفعليين وأصحاب المباشرات الذين ما زالوا مجهولي المصير بعد إقصائهم من ملف 35 الذي بني عليهم وكانوا هم لبنة الأساس لهذا الملف، قد تم إقصاؤهم منه. بعد ذلك تمت إضافتهم على ملف الحاجة الفعلية للأقسام الخارجية، فأين هي الحاجة الفعلية؟ سؤال إلى المسؤول، أين هي الحاجة الفعلية؟ إلى مديرية تربية البصرة، إلى الأستاذ النائب بدي عواد المحترم الذي سعى بهذا الملف وما زال ساعي وجاهد من أجل إنصاف الخريجين، أين هي الحاجة الفعلية؟ قد بينت المديرية العامة ولجنة التعاقد قبل حوالي 15 يوم أن جميع الموافقات وصلت إلى المديرية واللجنة بانتظار الملف، فهل يعقل إن الملف لم يصل إلى الآن؟ فبعد هذه المماطلة والتسويف ارتأينا أن نخرج للمطالبة بالحقوق والمطالبة بجملة من النقاط، أولها نشر ملف 19,000 والبدء بالإجراءات وإكمال الملف على أتم واجب. ثانيا تشكيل لجان تابعة إلى لجنة التعاقد مع ملحق 2020 لتسهيل وتسريع إجراءات العمل. ثالثا آلية التعويض في ملف 19,000 تكون حصرا للأقسام الخارجية الموجودين ضمن ملف 52، فلدى الأقسام الخارجية أيضا والأقضية أناس بصموا وأكملوا إجراءاتهم وموجودين في ملف 52 ولم يضافوا في ملف 19,000 ولا 35,000. رابعا إعطاء الأولوية في التعويض لملف الهارتة وأبو صغير، لأن الهارتة وأبو صغير تعرضوا للتهميش أيضا، فقد أقصي ما يقارب 1142 من المحاضرين الفعليين لقضاء الهارتة. خامسا لن نتراجع عن وقفتنا الاحتجاجية أمام الأقسام الخارجية لحين نشر ملف 19,000. سادسا نود التنويه إلى أننا اللجنة التنسيقية المعنية في متابعة ملف 19,000 ولن نسمح بأي تدخلات خارجية من قبل المنتمين إلى الأحزاب والمرتزقة. سابعا نحن في شمال البصرة في مختلف الأقضية متحدين بوقفة واحدة لضمان الحقوق، ولن نتراجع ولن نرضخ لأي تدخل ولن نقبل أي مفاوضات إلا بعد نشر ملف 19,000. هذه الوقفة هي بداية لمشروع اعتصام مستمر سيصحبه انسحاب كافة المحاضرين المجانيين من المدارس. هذه الوقفة أؤكد مشروع اعتصام مستمر سيصحبه انسحاب كافة المحاضرين المجانيين من المدارس وإغلاق المراكز الامتحانية وإغلاق قسم تربية المدينة بالكامل. سنضطر إلى هذا الأسبوع المقبل إذا لم يتم نشر ملف 19,000. نمهل الجهات المعنية ومديرية تربية البصرة واللجنة المشكلة اليومين القادمين لنشر الملف والسير بإجراءات التعاقد، وخلاف ذلك سيكون لنا يوم الأحد موقف مختلف وسيكون هنالك اعتصام مستمر ليل نهار يصحبه إغلاق تام لقسم تربية المدينة من قبل المحاضرين وإغلاق كافة المدارس التي بنيت على أراضي المتبرعين من قبل المتبرعين أنفسهم الذين همشوا ولم يضافوا ولم تظهر أسماهم لا في ملف 35 ولا في ملف 19.